أقر وأعترف؟ اه طبعا. أقر وأعترف مع كابتن عماد النحاس. كابتن عماد النحاس، تقر وتعترف أن اتهامك بالتفويض للنادي الأهلي هو اتهام ساذج ووقح؟ ساذج بلاش، انا معلش لا وقح. اه يعني لا أنا اللي بقولها مش أنت اللي بتقولها، أنا يعني اللي بسأل مش حضرتك اللي بتسأل يعني. لا طبعا يعني ما لما تتهم واحد في شرفه، صعبة جدا بصراحة، في ذمته، يمكن انا رديت على الكلام ده كتير بسخرية اكتر من ان انا يبقى فيها في لفظ يطلع مني، ان هو لان ما ينفعش ان انت تتهم حد بحاجة زي كده، خاصة دي مهنتي وده شغلي اللي بيدخل لي فلوس باكل بيها اولادي، فصعب ان انت تاكل اولادك من مال حرام يعني. بص، هو الاعداد بيجاملك في السؤال، بس انا هشيل المجامله بحرفين بس. هو كاتب تقر وتعترف انك لا تتحمل، فانا بقول لك تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه هبوط المقاولين العرب من الدوري الممتاز الموسم اللي فات. اتحمل؟ هما كاتبين لا تتحمل، فانا قلت تتحمل. انا شاركت في الـ في الـ في الـ في الـ في الوقت الصعب اللي كان ممكن سهل ان انت ترفض، انا قلت لحضرتك ان هو الموضوع ان انا برضو ما خدتش بالنصيحه والعاطفه، لكن هو درس بالنسبه لي. لكن بدل وافقت واشتغلت، فكان نفسي النادي المقاولين يقعد، وبدل ما قعدش فطبيعي ان انا مع كل المدربين المحترمين اللي اشتغلوا كلنا شاركنا يعني. تتحملوا جزء من المسؤوليه. تقر وتعترف انك حزين بسبب عدم عملك داخل النادي الاهلي في اي منصب فني او اداري حتى الان، رغم انك انت توليت منصب في انا اشتغلت مساعد مدير كوره ونائب رئيس قطاع الناشئين في الوقت من 2009 2010 ل 2014. وبعد كده بدات المسيره الرائعه. وبعدين الحمد لله 2014 بالظبط بدات المدرب. لا طبعا مش زعلان، ولا لان انا اللي موجود اهلاوي، ولما يجي حد تاني كلنا بنسلم بعض، وده سنه الحياه يعني. الاهلي حاول كتير جدا عشان يضم عماد النحاس، لكن تقر وتعترف انك شعرت بالصدمه لما الاهلي قرر عدم التجديد او الاستغناء عن عماد النحاس؟ التبطيل بشكل عام. التبطيل. ما خدت وقت عقبال ما فوت من الصدمه. ايه اللي حصل؟ بعد 2 رباط صليبي حسيت ان وكمان التأهيل يعني انا عملت العمليه الاولى بره وبعدين حصل فيها مشكله، والتأهيل ما كانش افضل شيء، وبعدين اتعورت مره ثانيه، وبعدين قررت ان انا في التوقيت اللي كان النادي بيلعب فيه كاس العالم للانديه في 2008 في اخر 2008 ان انا اعمل العمليه هنا، وطلعت اتأهلت بره. الصدمه ان انا لما رجعت من التأهيل وكان شهر او شهرين وتبدا تنزل الملعب مع تغيير مستر مانويل جوزيه، سابنا في الوقت ده ومشي تقريبا راح انجولا 2010. فكان القرار ان انت في جزء صعب وفي جزء يهون عليك الامور شويه، اللي هو ان انت تبطل بس هتشتغل في النادي. فشفت ان العرض ان انا موجود في النادي هو كان اللي صعب عليا، ان انت تبطل، لان فكره التبطيل يعني الفكره نفسها ان انت تبطل يعني، بس كان وفي نفس الوقت قال لي لو هتقدر تلعب كنت تقدر تلعب تقدر. في الوقت ده كان صعب، حاولت لكن كان صعب بصراحه. انا حاولت يعني حاولت واتمرنت وخدت وقت في التمرين، لكن حسيت ان انا اللعب يمكن الفتره اللي انا قعدتها اتمرن دي لا هي اللي ادتك القرار. كان قاسي بس صحيح. في الوقت ده قاسي بس صحيح. تقر وتعترف ان جيل اللاعبين الحالي هو افضل جيل في تاريخ النادي الاهلي؟ جاوبنا من خلال الحلقه بس تجاوب تاني. ما احنا قلنا يعني موديل 50 بيبقى ريقه يعني. طبعا امتن، بيبقى امتن شويه، مش اجمل لا بس لكنه اكثر متانه يعني. العربيات دلوقتي بتتغير لها فانوس، تغير لها مش عارف ايه، تغير لها مثلا تغير لها شكل. شوف برضه العربيات موديل زمان شديده ولا شديده. تقر وتعترف انه ما عندكش مانع من لعب دور الرجل الثاني في اي جهاز فني بالنادي الاهلي؟ حضرتك ردينا في السؤال هو نفس السؤال يعني. اخر سؤال مش عايز تجاوب عليه ما تجاوبش. تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه خساره الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا امام النجم الساحلي بعد حصولك على كارت احمر؟ لا طبعا، لو كل لعيبه ياخد كارت احمر ويبقى هو اللي يشيل المسؤوليه، بقى المسؤوليه واضحه وصريحه كانت للعرجون بقى يعني، ربنا مع ان خلي بالك ده من الحكام الرائعين. هو لم يكن موفق خالص، ما كانش يوم، خاصه حتى بعد حاله الطرد كان لينا ضرب الجزاء مظبوط ما اتحسبتش، وقبل الطرد كان لينا ضرب الجزاء مزبوط. يعني في الحالتين هو ما كانش يومه في الوقت ده او في المباراه دي بالظبط، كان المباراه من يومين مثلا بدل حضرتك فتحت لحد دلوقتي. طبعا السيناريو المباراه كان صعب،
الضغط اللي كان علينا برضو كان صعب جدا. من المباريات اللي انا اتعلمت منها كتير. نعم. لان عشان كده كان كل كلام مع حضرتك في البدايه ده صحيح. الهدوء والصبر. لان من الماتشات اللي انا اتحطيت فيها تحت الضغط برضو. ويبان عليا اكتر في احراز الهدف، هدف التعادل. نعم. لان انت مش حاطط، بس احنا خلي بالك مظلومين من هناك في الكارت الثاني البركات ضربه جزاء ما تتحسبش ومنع ومنع يعني وتخيل بقى كابتن تاني وبركات ما لعبش الماتش اللي هنا وكانه يعني كانت مرسومه هي والبطوله الثالثه ورا بعض لا متتاليه ليه برضه ما حصلتش رغم تفوق النادي الاهلي هتلاقي في كل اربع صحيح. سنين ثلاث بطولات بس مش ورا بعض سنتين وتخسر بطوله تاخد وترجع تاني وحصل معانا نفس الكلام برضه.